السادة رؤساء الفرق، بطبيعة الحال السادة البرلمانيين، السيدات المنتخبات والمنتخبون، هذا فرصة كبيرة وفرصة فرحانين بها وفرحانين بها مجموعة النساء. السيد رئيس الورشة الثانية اللي أنا ترأستها واللي كان معايا الأخ مصلوحي اللي هو أستاذ جامعي جامعة محمد الخامس، والأخت فاطمة أيضا هي ديالها نسيتها جوسفين زوري اللوك فاطمة اللوك محضرة الأخت فاطمة الأستاذة جميلة أيضا. كانت واحد الورشة فيها واحد التفاعلات إيجابية جدا. أنا بإمكاني نقرا لك السيد رئيس التقرير، ولكن فضلت أن حتى داخل الورشة فضلت التقرير غندو لك كتابة موعدي، ولكن بغيت نوصل لك رسائل ديال التجمعيات. الورشة كانت ناجحة جدا، كانت فيها حضور نسائي محض، بحيث أن العدد ديال الرجال اللي كانوا حاضرين معنا لا يتعدى أكثر من 8 رجال في واحد المجمع ديال أكثر من 200 امرأة، وهذا الشيء إيجابي جدا. كان الحوار مفتوح بدون لغة خشب، وبدون لغة خشب استطعنا أننا نقول لك ونوصل لك بكل أمانة، المرأة التجمعية تفتخر كونها تجمعية، تتفتخر انها عندها رئيس بحالكم السيد رئيس، وانا ما تنرميش عليك الورق، هذا صحيح. السند الاساسي والسند الاول للمراه التجمعيه داخل الحزب ديالنا هو السيد الرئيس عزيز أخرج، ونحن نفتخر كلنا باننا ننتمي لهذا الحزب. السيد رئيس النساء ديالك ما جاوش يشكي، بالعكس كانت نموذج ديال المراه القرويه اللي خدات الكلمة، وأنا تنفتخر بها هي الأستاذة سمية الضيف، اليوم تصفيحة للوقت أستاذة سمية الضيف، لأنها تسير جماعة الصغرى الرابع، وقلت لها أنا شنو هما المشاكل والإكراهات اللي عندك، فاجأتني بالجواب ديالها اللي كان جواب جريء، وهذا هو الفرق، راه باقي تنقول لكم واخا تقلقوا مني رجال، ولكن هذا هو الفرق ما بين التسير النسائي والتسير الذكوري، اللي عطى الله هو هذا. ألوغ الأستاذة سمية الضيف بالفعل من طلعات وتولات رئيسة استطاعت أنها تشتغل ما لقات والو، بحال البلوبار ديالنا ما لقات حتى حاجة في الجامعات اللي ترأسنا، ولكن بالاشتغال ديالها بالتفكير ديالها استطاعت أنها ترفع من المداخل ديالها. ما قلت لها شنو المشاكل اللي عندك؟ قالت لها أنا ما عندي حتى مشاكل، أنا اليوم تنشتغل فيها دومين بيبليك هبط عليه، كاين الأثرياء كانوا مكريين بأثمنة هزيلة، اليوم درنا دعوات في المحكمة باش نرفعوا من الثمن ديال الكراء، معنيتها السيد الرئيس هادو النساء اللي عمرهم ما كانوا في التدبير الجماعي، ومن تعطاتهم فرصة في الحزب تحت اللواء ديال الحزب ديالنا حاولوا يعطوا أحسن ما عندهم. كاين مجموعة الأشياء اللي تقالت داخل الورشة واللي هي كلها إيجابية، أنا ما لقيتش شي حاجة سلبية اللي غادي نوصل لك من غير أنهم فرحانات أنهم تنتموا لحزب التجمع الوطني الأحرار، وصراحة كاين الدعم ديال المنسقين ديالهم، وقت يقولوها تنقول حنا راه من مورانا الدعم ديال الحزب، من مورانا الدعم ديال المنسقين ديالنا، وبأن المسائل كلها إيجابية، إلا كاين واحد الفئة واللي هذا المشكل ديال الجميع، وكان معنا السيد وزير ديال الفلاحة، وكان واحد التفاعل إيجابي ما بين مجموعة ديال نائبة رئيسات في العالم القروي، واللي كانوا تهضروا على المسالك الطرقية، تهضروا على الندرة ديال الماء، تهضروا على التسيير، تهضروا على لافورماسيون، كاين مجموعة ديال المشاكل اللي هي مشاكل من طبيعة الحال مقدور عليها، واللي حنا تنشتغلوا جميع. الشيء الوحيد اللي تيطلبوه منا السيد الرئيس هو ان يكون واحد التكوين، هذه مجموعه الرئيسات ومجموعه ديال النائبات ديال الرئيسات ديال الرؤساء اللي بعض المرات تيوقع لهم شيء من التمييز السلبي، وتيطلبوا ان السيد الرئيس انك تشوف من الحالات ديالهم، وراه حنا جمعنا جميع الحالات اللي كانوا حاضرين معنا واللي تيهضروا اللي تيتكلموا على ذاك التمييز السلبي، بحيث ان مجموعه ديال النائبات اللي هما نائبات ديال الرئيس بدون مهام، هي النائبه ولكن ما عندهاش تفويض لانها مراه، ضد هذا فيه التمييز العنصري، وحنا تنعرفوا السيد رئيس الحكومه ورئيس الحزب ديالنا انك من مدعمين المراه، اذا حنا هذه النقطه هذه رانا خديت التسميه ديال الجماعات
واللي هما رؤساء ديالنا حتى هما التجمع الوطني الاحرار، خاص المرأة تعطى لها الفرصه ديالها، خاصها تعطى لها الفرصه باش تعلم فيما بيننا. انا حنا مع بعضنا باش ممكن اننا نتعلموا. من طبيعه الحال السيد الرئيس كاين بغاو تكوين فيما يخص الميزانيه وتسيير ديال الميزانيه الجماعيه، لان تيكون عندهم انهم لا سينياتور باش نحافظوا على هاد الرئيسات، ممكن اننا ندير لهم هاد التكوين في هذا الاطار. بالاضافه لهذه المساله اللي هي مساله مهمه جدا، اليوم السيد الرئيس طلبوا من النساء التجمعيه اللي كانوا حاضرين معنا في الورشه ان تعطاهم فرصه في السنوات في الولايات القادمه. اليوم هما نائبات الرئيس، وتيقولوا لك واحد السيده قالت واحد الكلمه من سيدي حياة الغرب، قالت واحد الكلمه للدارجه العربيه اللي ما بقيتش عاقله عليها ولكن تنطقها القاده، احنا تيحسبوا لنا الرجاله مطر ديال الانتخابات. احنا راه ماشي مطر ديال الانتخابات، احنا نساء عندنا كفاءات، عندنا القدره على العطاء، عندنا القدره اننا نسيروا المجالس الترابيه، بغينا نتعاملوا وكاننا كائن يحترم. اذا هذا طلب ديال هاد الاخوات السيد الرئيس، ما غنطولش عليكم، شكرا جزيلا. من طبيعه الحال كل الطلبات ديالكم اخواتي غادي نعطيها امامك السيد الرئيس، شكرا جزيلا. والغرف المهنيه وحاضرين معنا والرؤساء، اذا مرحبا بالجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.